في يد صاحبها تضفي وقارا وهيبة، وسيلة لاستثمار الوقت في الذكر والتسبيح، المسبحة أو السبحة، أداة اقترنت بالعبادات وتعد من مظاهر التدين لدى المسلمين. في المعتقدات القديمة السبحة تميمة وتعويذة للوقاية من الأخطار وجلب الحظ الحسن، استعملها الفينيقيون للمقايضة في التجارة، اليهود والمسيحيون استخدموها في التعبد، وأكثر من عرف بها الرهبان. يرجح أن العرب لم يعرفوها قبل الإسلام وجلبت من مصر وأطلقت عليها أسماء: المذكرة بالله ورابطة القلوب وحبل الوصل، فهي وسيلة تساعد في عد الأذكار لمزيد التقرب إلى الله وتحصيل الأجر والثواب. حافظت المسابح على وظيفة تيسير الذكر، وأصبحت تستخدم أيضا في الزينة والديكور لإضفاء طابع إسلامي، ونراها حاضرة في رمضان. لا تغيب عن الأسواق العتيقة، تتدلى على واجهات المحلات في منظر بهيج الألوان. تصنع من مواد متنوعة من الخشب حتى الحجارة، بعضها من المواد العطرية وأخرى من الحجارة النفيسة، وأفخرها سبح بالكهرمان تكاد خرزاتها تضيء فتخطف الأنظار. هل تستخدمون المسبحة؟